السيدات والسادة، أسعد الله بكم، أسعد الله مساءكم بكل خير. تتعدد شعارات القوائم الانتخابية والبرامج الخاصة بهم لتشمل العديد من الملفات والقضايا التي تجذب الناخبين، فنشاهد البطالة والفقر والقضايا السياسية وحتى الإقليمية حاضرة على اللافتات التي تملأ الشوارع والميادين طولا وعرضا. ورغم كل ذلك إلا أن الملفات المتعلقة بحقوق الطفل والذي يشكل شريحة واسعة من المكون الاجتماعي في الأردن نجدها غائبة أو مغيبة إلى أبعد الحدود من طروحات القوائم الانتخابية. في هذا الإطار وانطلاقا من تغطيتنا لكل ما يتعلق بالمشهد الانتخابي الدائر حاليا في برلمان 2016، أردنا أن نسلط الضوء على هذا الملف الحيوي، ويسعدنا أن نستضيف في الاستوديو في هذه الحلقة كلا من المحامية إيفا أبو حلاوي، أهلا وسهلا بك، الناشطة في مجال حقوق الطفل، وسيدة نادين النمري الصحفية المختصة بمجال حقوق الطفل، أهلا وسهلا وشرفتونا اليوم. وبداية اسمحوا لي مع السادة المشاهدين أن نطلع على هذا التقرير الذي تناول ملفات وحقوق الطفل في البرامج الانتخابية. شعارات وحملات انتخابية عديدة نشاهدها في شوارع المملكة، لكن غالبيتها العظمى خلت من الشعارات المتعلقة بحماية حقوق الأطفال وعمالتهم. البرلمان 17 لم يقر أو يناقش قوانين تختص في شؤون الأطفال، وإنما قلة من النواب السابقين أثاروا هذه القضية داخل لجنة العمل، إلا أن القانون بقي في أدراج اللجنة ولم يذهب إلى قبة البرلمان. وبالرغم من أن رئيس لجنة العمل والتنمية في مجلس النواب السابق كان قد صرح بأن اللجنة ستبذل كل ما بوسعها للوصول إلى قانون عمل تقدمي يلبي المعايير الدولية الخاصة بعمل الأطفال، إلا أن هذه القضية لا تزال معلقة، مشكلة قديمة جديدة تتفاقم من عام إلى آخر تهدد مستقبل العديد من الأطفال في الأردن. ومن هنا تأتي ضرورة إيجاد فرصة حقيقية لإدراج مواد في القانون تجعل التزام المؤسسات الخاصة والعامة إجباريا للحد من عمالة الأطفال من خلال إيجاد آليات أقوى للتطبيق من قبل الجهات المعنية. أستاذ نادين، يعني شاهدنا في هذا التقرير بعض الجوانب المتعلقة بحقوق الطفل، إلى أي درجة اهتمت المجالس النيابية السابقة بهذا الملف؟ يعني بدي أقول إنه كان الاهتمام ضعيف جدا، أو لدرجة إنه كان العكس. يعني في كثير من الأحيان والأستاذة إيفا كانت متابعة للموضوع، تقدم الحكومة مشاريع قوانين تقدمية تنصف الطفل، يرجع مجلس النواب يعدل عليها للأسوأ. للأسف كان في كتير قوانين مفروض كان يشوفها المجلس السابق وما نظر فيها، أبرزها قانون حماية الأسرة من قانون الحماية من العنف الأسري، كمان كان فينا قانون العقوبات اللي كان بتضمن على تعديلات بتتعلق بموضوع الطفل وحماية الطفل، وتحديدا موضوع 308 اللي ست إيفا كمان ممكن تشرح عنها بتفصيل أكتر. ممكن الفترة الماضية أقر قانون الأحداث، وهو كان قانون يعتبر ثورة في مجال تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، تحويلها من عدالة جزائية إلى عدالة إصلاحية. لكن للأسف حتى في أثناء مرور القانون بمجلس النواب كان في ضغوطات أو محاولات من عدد من أعضاء مجلس النواب إنه بدل ما إنك ترفع سن المسائلة الجزائية تنزل 7 سنوات، يعني إنك تخيل انك تعرض طفل عمره 7 سنوات امام المحكمه. بعدين صار في ضغوطات، وصار في ضغوطات حكوميه وضغط مع النواب اللي بيامنوا اكثر بالنهج الحقوقي لاقرار القانون مثل ما هو، والحمد لله مشي. يعني ممكن انا احكي انه اكبر انتكاس لموضوع حقوق الطفل في السلطة التشريعية اللي هو قانون حقوق الطفل. للاسف هذا القانون ظل حبيس ادراج لسنوات طويله، وصلت 12 سنه ولغايه الان رجعت الحكومة بدها تعمل قانون جديد وعم بيطول. فمجرد النظر لقانوني الأحداث وقانون حقوق الطفل قديه عم بياخذوا وقت طويل بالسلطة التشريعية، قديه النواب ما عم بيعتبروه أهمية، هو مؤشر على كيفية النظرة، أو أحكي نظرة المجتمع أو نظرة هالنخبة اللي بتوصل لمجلس النواب للقضايا الحقوقية اللي بتتعلق بالطفل. وللأسف أنا دائما بقول إنه إحنا بنتعامل مع الطفل كأنه ملكية، ملكية للأب أو للأم، والحقوق المفروض هي للطفل إنها للأب أو للأم. ففي حاجة إنه نرسخ ثقافة إنه هاي الحقوق للطفل نفسه،
يعني. وبتمنى يعني صراحة إنه بالمجلس اللي رح يجي نلمس تغيير أو نلاقي نوعية مختلفة من النواب تحديدا في هذا الموضوع. طب ليش يعني ما كانوا يهتموا بهذا الملف تحديدا يعني بوجهة نظرك؟ ما كانوا يعتبروها أولوية قصوى. مش أولوية كانوا. لا ودائما لأنه الطفل ضعيف هو ما بقدر يعبر عن حاله، هو ما بيروح بنتخب، هو بيعتبروه دائما إنه هو شخص غير واعي، شخص غير مدرك، فكان في لا مبالاة خلينا نحكي بموضوعهم. بتخيل لو كان لهم أصوات بصير في اهتمام فيهم، كان صار في اهتمام أكبر بشكل عام. حتى القوانين دائما التي تقر بسرعة هي قوانين لها علاقة بالفئات الأقوى بالمجتمع، مثل قانون ضريبة الدخل، قانون الاستثمار، هذا بالضبط هذا النوع من القوانين. بس دائما لما نيجي نحكي مثلا على قانون أشخاص ذوي الإعاقة، قانون حقوق الطفل، قانون الأحداث، قانون الأحوال الشخصية، القوانين بتتعلق بال فئات الأكثر ضعفا، لا بيكون في بطء بإقرارها وغالبا ما بيكون في تمييز ضد هدول الفئات. أستاذ إيفا، يعني الأردن مصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، منها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1991 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا في عام 2000. برأيك لأي درجة يعتبر الطفل الأردني محمي تشريعيا؟ لا، الأردن صادق على غالبية اتفاقيات حقوق الإنسان. اتفاقيات حقوق الإنسان طبعا بتغطي من ضمنها حقوق الطفل، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كلها والثقافية، كلها يعني بتضمن حقوق للأطفال. لكن هناك اتفاقية تم تخصيص اتفاقية خاصة بحقوق الطفل، هي الاتفاقية الأوسع تصديقا على مستوى العالم. كل دول العالم تقريبا مصادقة على اتفاقية باستثناء دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية. الأردن أوائل الدول اللي صادقت على الاتفاقية. من سنة 91 حتى سنة 2006 الاتفاقية لم تنشر بجريدة رسمية، بالتالي الاحتجاج بها أمام المحاكم الوطنية كان يعني هناك نقاش قانوني حول هذا الموضوع. لكن ب 2006 وهي من الاتفاقيات القليلة من اتفاقيات حقوق الإنسان اللي أقرها البرلمان، يعني مرأت بكل المراحل التشريعية البرلمان والمجلس الأعيان وصادق عليها وطبعا والإرادة الملكية، اقترنت بالإرادة الملكية ومن ثم نشرت بجريدة رسمية، أصبح لها طبعا صفة التشريع الوطني اللي يمكن الاحتجاج به أمام المحاكم الوطنية. لكن أولا ضعف الوعي بهذه الاتفاقية، عدم قدرة المحامين وعيهم ومهاراتهم باستخدام الاتفاقية. يعني احنا نعرف كمان إذا تم التصديق أو التصادق عليها بتصير أقوى من القانون المحلي. طبعا هي أعلى من القانون المحلي، لكن في ضعف استخدام للاتفاقية، فعدد القرارات المحاكم اللي بتستند للاتفاقية هي قليلة جدا. هذا واحد. اثنين، إذا بدنا نحكي عن الحماية التشريعية لحقوق الطفل، الاتفاقية جاءت في مبادئ يعني، لكن هذا لا يعني إنها بديل عن قانون حقوق الطفل. يعني معظم دول العالم صادقت، أو مثل ما حكينا كل دول العالم باستثناء دولة واحدة لم تصادق على الاتفاقية، لديها صادقت على الاتفاقية وأمت تشريعاتها وأقرت قانون حقوق الطفل. يعني في كتير دول عربية مثلا الكويت، السودان، اليمن، فلسطين، كلها دول في يعني أقرت قوانين خاصة بحقوق الطفل. في الأردن كانت قانون حقوق الطفل الأردني على أجندة برلمان بال2004، ثم اختفى من أجندة البرلمان. ومن ذلك الوقت يعني اختفى، يعني اختفى، كان على أجندة البرلمان، سحبت الحكومة ومن ثم لم يعد إلى أجندة البرلمان مرة أخرى. خلال سنة 2016 وآخر 2015 بدأت الحكومة أيضا تتحدث، وكان في جهود للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الحديث مرة أخرى عن ضرورة إقرار قانون خاص بحقوق الطفل في الأردن، لأنه أكيد في فجوات تشريعية. من الفجوات التشريعية لما أنت بتحكي، طبعا تقريركم غطى جزء له علاقة بأطفال العاملين وعمالة الأطفال، واللي كتير الإعلام بيسلط الضوء على هاي المشكلة وعلى هذا الانتهاك. لكن في هناك أيضا فئات ضعيفة أخرى من الأطفال. تحدثت نادين عن موضوع الأطفال الأحداث أو الأطفال في نزاع مع القانون، وهناك قانون أحداث أردني. لكن في عنا فئة الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية أو فاقدي السند الأسري، إحنا بحاجة إلى تشريعات حول حقوقهم على الدولة، حقوقهم على المجتمع، حقوقهم على الأسرة البديلة. لأنه اليوم في عنا برامج للأسر الراعية البديلة أو في عنا برامج احتضان، ما هي حقوق هذا الطفل تجاه الأسرة المحتضنة، حقوقه تجاه الأسرة الراعية البديلة؟ في عنا طبعا أطفال لاجئين، في عنا عدة فئات من الأطفال اللي إحنا محتاجين لقانون حقوق طفل حتى
نعرف شو هي حقوقه تجاه دولته تجاه مجتمعه اللي احيانا احنا بنعيش في مجتمع ابوي. يعني محمي تشريعيا الطفل عندنا في الوضع؟ لا 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 احنا بحاجه لتعديل شو الاتفاقيات؟ طيب لا احنا بحاجه لتعديلات تشريعيه، لكن اهم القوانين هي اقرار قانون خاص بحقوق الطفل. مثل ما حكت نادين كمان كان على اجنده البرلمان السابق قانون الحمايه من العنف الاسري، كان في هناك نقاش قبل تحويله للجنه المختصه بالبرلمان، لكن النقاش ما كان باتجاه الحمايه، يعني بالعكس كان ضد اقرار قانون خاص بالحمايه من العنف الاسري. فاحنا مع ان الطفل ممكن تعرض للعنف والاستغلال مش بس في اطار الاسره، هناك كمان في عندنا اطار اسره راعيه بديله او مراكز رعايه او من الشارع او في المدرسه، فهو يعتبر الحلقه الاضعف. اتفاقيه حقوق الطفل فيها اربع مبادئ رئيسيه، هي حق الطفل بالنماء، حقه في عدم التمييز، حقه في المشاركة، وهي أمر كتير مهم فيما يتعلق اليوم بالتحضير للانتخابات، المشاركة، وأيضا حقه أو مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، أنه عندما تتعارض مصلحة الطفل مع مصلحة أي جهة أو أي أشخاص آخرين فيجب أن تغلب مصلحة الطفل. إحنا رح نرجع لموضوع التشريعات ست إيفا. زميلي نادين، يعني أنت فزت بجائزة المعهد الأردني للإعلام بمجال تغطية حقوق الطفل عام 2015، وكان الملف الأساسي بهذا الموضوع حق التعلم. صحيح. ما المطلوب من المجلس النيابي المقبل لدعم قطاع التعليم في المملكة؟ يعني احنا بالأردن دائما بنفخر انه معدلات تسرب من المدارس عندنا متدنية جدا، وانه ما في فجوة جندرية في التعليم بين الذكور والإناث، بالعكس نسب التعليم بين الإناث هي اعلى من الذكور. بس فعليا في عندنا مشاكل رئيسية فيما يتعلق بموضوع التعليم. اول شيء في عندنا مشكلة في نوعية التعليم. المدارس في الأطراف أو المناطق النائية ما عم بيكون فيها نوعية تعليم زي ما عم بتكون بالمراكز. كتير مدارس ما عم بيكون فيها أساتذة كفاية. الطفل ذو الإعاقة موضوع التعليم بالنسبة له يعني إحنا مشكلتنا في التعليم في المناطق النائية، مش إنه مشكلة عامة. لا هي مشكلة عامة، لا لا مشكلة عامة، بس أنا عم بعدد لك يعني هاي المشاكل. الطفل ذو الإعاقة عنده مشكلة كتير كبيرة، وصوله للتعليم شبه مستحيل لأنه عدد المدارس المؤهلة اللي تستقبل طلاب ذوي إعاقة كتير قليلة. التمييز المجتمعي، أحيانا رفض الطلبة، أحيانا رفض المعلمين إنهم يدرسوا أطفال عندهم إعاقة. الكلفة المادية العالية اللي عم بتكلفوها الأهل في المواصلات لأبنائهم كمان عم تخليهم يسحبوا أطفالهم من المدارس، هذا تحدي آخر. كمان في عنا تحدي اللي هو موضوع اللاجئين. يعني إحنا عم نحكي عن تقريبا 96 ألف طفل سوري خارج إطار المدرسة، فهذا إحنا عم نحكي عنه عدد كبير، يعني عدد هائل من الأطفال. هدول ما في آلية إنه يقدروا يرجعوا يدخلوا على المدرسة، ومع طول أمد الصراع بسوريا عم بتزيد سنوات انقطاعهم عن الدراسة. الموضوع الأطفال العاملين اللي طرقتوا إلى موضوع بس كثير مهم. قبل موضوع أطفال العاملين لأنهم متسربين من المدرسة كمان. هلا يعني في كثير نواب بصراحة نحكي عنهم خدميين يعني أو نعم. يعني خدمة. مجال الخدمي أكثر شيء، يطالبوا في بناء مدارس وكذا، هل هذا ضمن منهجية ولا بشكل عشوائي أو بيعتمد على قوة هذا النائب؟ هلا يعني بيطالبوا في مدارس في كثير مناطق. صحيح، ممكن طبعا هو بالنهاية نائب عن منطقة معينة وبعرف احتياجات سكان هاي المنطقة، وفعلا بقول لك في ناس أنا أوصل أقرب مدرسة بدي مسافة كتير طويلة، في ناس مرات تكون عندها اعتراض على موقع المدرسة خصوصا إذا عم بتكون بمنطقة مش كتير آمنة خصوصا كمدارس البنات. بس بعتقد لا، لازم يكون في شيء مؤسسي ومنهجي يتعامل مع موضوع المدارس، أماكنها، نوعيتها. أن لما إحنا بنحكي عن معدلات رسوب عالية جدا في امتحان الثانوية العامة، لما يطلع ينحكى إنه في عنا أطفال عم بوصلوا صف خامس وسادس ما عم بيعرفوا يقروا ويكتبوا أميين، هاي مشكلة هائلة جدا. فإحنا كمان يعني لازم نراجع الآلية التعليم، إيش بتقدم فعلا للطالب، هل فعلا المعلم عنده حوافز لأنه يقدم أفضل ما عنده، إعادة خلق الانتماء للمؤسسة التربوية والتعليمية عند المعلم. كلياتها العنف المدرسي يعني من أحد الأسباب الرئيسية للانسحاب من المدارس. هل فعلا إحنا في عنا آلية واضحة للتعامل مع العنف المدرسي؟ يعني هاي المسألة تحديدا عم بتم التعامل معها بخجل، يعني حتى الطفل المعنف بيستحي يقول إنه أنا موجود. مازال العنف المدرسي إلى الآن؟
موجود، موجود عنف الأقران، موجود عنف المعلم تجاه الطالب. ومن فترة كان في مؤسسة رواد التنمية بجبل النظيف عملوا لقاء لمجموعة من الأمهات، 10 من الأمهات اللي حكوا كان لأبنائهم مشاكل بعنف مفرط، يعني بدرجة أنه أبنائهم دخلوا بمستشفيات من العنف المدرسي، وفي منهم أبنائهم تسربوا من المدرسة أو صاروا متأخرين أو ما تمكنوا من النجاح. يعني قانون التربية والتعليم يعني غلظ العقوبات الحاصلة على المعلم فعلا، وهذا الحكي أغاض برضو يعني قانون الكثير. وزارة التربية والتعليم لا يسمح بالضرب التأديبي للطلبة من قبل المعلمين، بس اللي عم بيصير بالواقع، ولكن هو غلظ العقوبة على إذا تمت، يعني إذا طالب اعتدى على معلم. صحيح، وهذا أيضا من الأمور متوجب، يعني مفروض المدرسة تكون بيئة خالية من العنف، ومفروض يكون في تغليظ في العقوبة تجاه الطالب. بس المشكلة أنه أنت عم تيجي على التطبيق في أرض الواقع. أول شيء كتير من الأهل والمعلمين بيعتبروا أنه الضرب أسلوب تربوي، وأنه الضرب مباح والضرب مقبول. هاي إشكالية كتير كبيرة في التربية. أوقات مستوى العنف اللي عم بيصير بين الطلاب أنفسهم، وموضوع التنمر اللي ما عم بتسيطر عليه المدارس، وبعدين بنتقل من عنف الطالب إلى الأستاذ، كمان هاي مشكلة ما عم نتعامل معها. يعني لغاية الآن ما بعتقد أنه كان في مؤتمر تربوي أو تم مناقشة واقعية لقضية التنمر، واللي فعلا سبب لانسحاب الأطفال وسبب لحالات انتحار الأطفال. يعني كثير من حالات الانتحار للأطفال بين عمر 10 و15 سنة سببها مشاكل في المدرسة. يعني سيدي تعقيبك على هذا القانون. أولا أنه ضرب الأطفال أو تعريضهم لأي عقوبات تعيق نمائهم طبعا بتأثر على عقوبات جسدية أو حتى عاطفية أو معنوية يعني. كمان أو نفسية أو بتأثر كل هذا أنواع العنف اللفظي والنفسي والجسدي بتأثر على نماء الطفل. طب مش لازم يكون في شوية ترهيب يعني على الأقل؟ يعني لو جزء بسيط مثلا. لا، في أولا أساليب تربوية حديثة. موضوع الثاني أنه في عندنا قانون أحداث، لو الطفل ارتكب مخالفة للقانون فأنت سن المسائل الجزائية هو سن 12 سنة، ففي قانون يتعامل مع الطفل. لكن أنت إذا بتعلمه أنه هو أسلوب التعامل هو ليس أسلوب الحوار والاستنتاج والإبداع العلمي والتفكير العلمي، أنت بتعلمه العنف، فإحنا رح نكون أمام أجيال عنيفة يعني، ورح ينتشر العنف سواء بالأسرة سواء بالمدرسة. فالمشكلة هي بالثقافة الأبوية، أنه إحنا بنعيش في مجتمع أبوي. اليوم لو بده يطرح مثلاً المرشحين على مجلس النواب فكرة حقوق الطفل، ممكن أنه أولاً الأطفال هنا مش من فئة الناخبين، فبالتالي مش من الفئة اللي بتواصلوا معها عادةً المرشحين. إحنا رح نحكي طبعاً عن هذا المحور بالتفصيل، ولكن مشاهدينا بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في برلمان 2016. أستاذ نادين، بالعودة إلى المشهد الانتخابي الحالي، ورغم ما تحدثنا عنه من غياب نسبة لحقوق طفل في برامج المرشحين الانتخابية، إلا أنه شاهدنا أطفال يقومون بالدعاية الانتخابية، يعني أطفال بيوزعوا بروشورات في الشوارع لهي لبعض القوائم، شو رأيك؟ طبعا هذا انتهاك لحقوق الطفل، ومبدئيا يعني هاي الظاهره رح نشوفها بشكل اكبر مع الاقتراب ليوم الاقتراع. يوم الاقتراع بتكون اكثر شيء بالمنطقه عند المراكز. اولا هاي تعد نوع من انواع عماله الاطفال، لانه عماله الاطفال بالضبط، لانه جزء منها عم بكون بالضبط استغلال، لانه بكون جزء منها مدفوع. وفي هم بيحكوا لك انه متطوعين. هلا حتى في حال متطوعين انت عم تحط الطفل في مكان غير امن. يعني انت لما عم تحط الطفل عند الاشارات او عند مقر انتخابي جاي على شارع او شيء، هذا مكان غير امن ومكان غير مناسب له. واساسا هو بعتقد انه ممنوع بالقانون انك تدخل تعليمات الدعايه الانتخابيه، تحذر انه استغلال الاطفال في الدعايه الانتخابيه. لكن ما في عقوبات، يعني لو تم استغلال الاطفال كيف بيتم المراقبه، كيف بيتم ماذا يترتب على مخالفه هاي التعليمات. فهي يعني واحده من المشاكل. يعني من الموقف يعني الموقف القانوني من استغلال الاطفال في الدعايه الانتخابيه، تعليمات الدعايه الانتخابيه للعام 2016 وتحديدا حثت المرشحين على عدم استغلال الاطفال او تشغيلهم في الاعمال التي تشكل خطرا على سلامتهم، المادة 7 فقرة سين. إذا من حيث المبدأ استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية
محظور قانونا، لكن ماذا يترتب على ذلك؟ المشكلة إنه ما إيش هي العقوبات؟ ماذا يترتب على يعني إحنا بالضبط يعني بشكل عام التعليمات جاءت بدون عقوبات فعلية، بدون حماية فعلية على المخالفين، بدون حماية فعلية على المخالفين. يعني اللي عنده لافتة مخالفة يتم إزالتها، واللي باني خيمة بمكان خطأ بتم إزالتها، لكن موضوع استخدام الأطفال ما عليه أي شيء. شو ليش طيب؟ زي ما حكينا هي الضعف التشريعي، التشريعات ضعيفة تجاه حقوق الطفل، الطفل ما بيشارك عادة ومش من أصحاب المصالح اللي تضغط باتجاه موضوع الأطفال. أظن أنه إن شاء الله أنا يعني بتمنى أنه الفترة المقبلة البرلمان المقبل أنه يكون في تفاعل أكثر بين منظمات المجتمع المدني والنواب، وأنه يكون النواب كمان يعني أحد المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل حق الطفل في المشاركة وإبداء الرأي والاستماع إلى رأيه. اليوم يعني بدل ما أنا أشغل أو أستغل هذا الطفل في الدعاية الانتخابية، مفروض إنه ممكن أستمع لهذا الطفل، أعرف إيش هي أهم مشاكل الأطفال. في أطفال طبعاً بالمدارس، في أطفال بمجتمعاتنا، بس في أطفال في مراكز رعاية اجتماعية. فكيف فكروا النواب، سواء النواب السابقين أو المرشحين في المستقبل، كيف رح يراقبوا موضوع حقوق الطفل في مراكز الرعاية الاجتماعية، موضوع الأطفال ذوي الإعاقة؟ يعني لما بتحكي أستاذي نادين عن حق الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم، صحيح احنا بالاردن عندنا التعليم الزامي، لكن في المرحله الاساسيه، لكن لو قامت مدرسه برفض تسجيل هذا الطفل، يعني انا حسب ما فهمت من خلال عملنا بالميدان انه الاطفال ذوي الاعاقه المدرسه بتخبر الاهل انه على مسؤوليتكم الخاصه، لانه المدرسه نفسها غير مهيئه لاستقبال الاطفال، بالرغم من توجه العالم كله اليوم لموضوع التعليم الدامج، بمعنى عدم فصل الاطفال ذوي الاعاقه عن المدارس بالضبط، المدارس لكل الأطفال. فعندنا موضوع تاني كان محل نقاش في المجتمع الأردني، اللي هي المادة 62 من قانون العقوبات اللي بتبيح تأديب الأطفال من قبل والديهم بما يبيح العرف العام، كانت محل نقاش يعني، لكن هذا النقاش ما تحول لنقاش داخل البرلمان، وما تحول لنقاش من قبل المرشحين بالضبط وفي البرامج الانتخابية، وحماية الأطفال أيضا من موضوع من كل أنواع الاستغلال والإساءة والضرب والضرب، وحماية الأطفال أكثر ضعفا. غابت عن معظم البرامج الانتخابية، لكن أنا وجدت بعض القوائم يعني ذكرت موضوع حقوق الأطفال فاقدي السند الأسرية، موضوع العنف الأسري كمان ذكر، لكن من يعني ليست كل القوائم غطت الموضوع أو اهتمت بالموضوع، لكن على الأقل يعني أنا شفت بعض القوائم أو البرامج الانتخابية للقوائم مثلا ذكرت موضوع المرأة والشباب، المرأة والشباب لأنهم فئة الناخبين، فئة الأطفال غابت. فإحنا على الأقل إنه نهتم حتى لما يفوزوا ويصير في عنا البرلمان المقبل، دائما نسمع عن برلمانات طلابية، برلمان أطفال، إنه يكون في تفاعل. يعني أكيد ممكن الطفل ما يكون عنده الإمكانيات والقدرات حتى إنه هو يتواصل مع النواب، أو إنه هذا الطفل لأنه دائما في أوصياء مسؤولين عنه، على النواب إنهم يسعوا يكونوا هن على تواصل مع الأطفال، سواء كانوا في مراكز رعاية، سواء كانوا موجودين مع أسرهم في المدارس، يسعوا حتى يتعرفوا ويستمعوا إلى آراء الأطفال أو الاستماع للبرلمانات الطلابية. يعني هل كان في، أنا ما سمعت عن تفاعل ما بين أعضاء النواب السابقين البرلمانات الطلابية، مع إنها برلمانات منتخبة، يعني برلمانات الطلابية. رح نحكي عن هذا الموضوع أستاذ نادين. يعني بصراحة الطفل الصغير قد لا يعي الموضوع الذي يقوم بالترويج له، خصوصا موضوع بحجم الانتخابات النيابية، يعني وهذا ممكن يضع الطفل أو يعرضه للخطر. شو رأيك بهذا الموضوع؟ يعني أول شيء هو عم بيكون بعمر كتير صغير عم بتلبس في موقف ممكن سياسي أو موقف تجاه شخص ممكن هو بس يكبر ما يكون فعلا مآمن فيه، غير عن انه هو عم بيكون نوع من انواع الاستغلال، لانه لما يطلع هذا الطفل عم بيوزع بروشورات او شيء، هو فعليا مش مطلع على البرنامج الانتخابي، وحتى هذا المرشح ما اجى عنده وحكى معاه لهذا الطفل وشرح له ايش رح يقدم له. هلا في نقطه كتير بحب اركز عليها، مع انه في تشريع بمنع استغلال الاطفال في العمليه الانتخابيه، بس بنفس الوقت مفروض احنا يكون في عنا او موجود في الاتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل ضمان حق الطفل في التعبير عن نفسه، وبالضبط في انه يحكي يعبر عن نفسه، يكون في عنده مشاركه. هلا بدي احكي لك انهم يقولون يعني بانه
احنا لما نخلي الطفل يشارك يعني يحتك في العمليه الانتخابيه بصير عنده نضوج بصير يفهم شو يعني انتخابات من هذا الباب يعني. لا بصراحه في ممكن اخر للمشاركه مش المشاركه بالدعايه المشاركه بالنقاش. لا هو المشاركه المشاركه بالعمل بشكل كامل. انا بدي احكي عن تجربه معينه وهي فعلا تجربه كثير مهمه بامانه عمان في مجلس بلدي اطفال عمان. هذا المجلس هم طلاب منتخبين من كل مدارس المملكه وبعدين كل عفوا مش كل مدارس المملكه كل مدارس عمان بعدين كل منطقه طلع منها مجموعه من الطلبه وشكلوا هذا المجلس. كانت تجربه ثريه جدا. هذول الطلاب كانوا يمثلوا ايش بدهم مطالبهم انه احنا بمنطقتنا والله ما في ملعب احنا ما في عندنا حديقه احنا في عندنا هون ازعاجات وكان امين عمان يقعد معهم ويسمع منهم وكانوا كمان الى جانب انهم يعبروا عن مطالب اطفال عمان كانوا هدول الأطفال أيضاً عم بياخدوا دورات وندوات تعرفهم بمواضيع حقوق الإنسان مواضيع حقوق الطفل موضوع المشاركة السياسية مفاهيم الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان وكل هاي الأشياء المفروض أنه الطفل يتشربها. والإشي اللي كتير حلو أنه من خلال هاي العملية تعودوا الأطفال إيش يعني الممارسة الديمقراطية كيف أنا أقبل الخسارة. أستاذ يعني المشكلة الحقيقية مش بأطفال عمان الأطفال في المحافظات هلأ أنا بدي أكمل لك إياه أنه هاي التجربة بعد ما بدأت بأمانة عمان صار في كمان مجلس بلدي أطفال الزرقاء ومجلس بلدي أطفال مادبة وفي حاليا عم تشتغل اليونيسف مع الحكومة الأردنية على تعميم هاي التجربة تحديدا مع بدء تطبيق مشروع اللامركزية. هلأ يعني قبل فترة كنت بندوة كمان الكل بقول لك إيه ليش إحنا بدنا الأطفال يشاركوا شو المجالس البلدية وشو هالحكي الفاضي مش عارف شو بس فعليا ما في إدراك لأهمية مشاركة الطفل وأهمية تنشئته من طفولته على مفاهيم المواطنة على مفاهيم حقوق الإنسان على مفاهيم الديمقراطية على مفاهيم قبول الرأي الآخر والتعددية. ففعليا أنت لما تبدأ بعمر صغير على إعطاء هدول الأطفال مفاهيم تتناسب مع عمرهم تتدرج معهم ليكبروا بالمستقبل رح يكون عندك شباب واعي شباب عم بينتخب على أساس برامج انتخابية على أساس على أساس مصلحة البلد على أساس برامج فعلية مش زي ما هلأ عم بصير عنا عم ننتخب قريبنا أو اللي بخدمنا أو اللي عم ننظر فيها من منظور ضيق جدا. فمع أنه لا يجوز أنه يتم إقحام الأطفال في مواضيع الدعاية الانتخابية للانتخابات البرلمانية الحالية بس بنفس الوقت لازم نحترم موضوع أنه الأطفال يعبروا عن نفسهم لازم نحترم موضوع أنه نعزز برلمانات الأطفال سواء في المدارس أو سواء في المجالس البلدية. وكتير حلو نشوف لقدام برلمان أطفال ويسمعوا منه المسؤولين. يعني أنا بذكر في موضوع المادة 62 اللي هي بتبيح الضرب التأديبي كان في أكثر من ندوة لما تروح عليها ما شفت ولا طفل واحد ما إجوا على طفل قالوا له شو شعورك لما أبوك يضربك بس الكل كان يطلع يحكوا البالغين إيه بدنا نربيهم. فهون كانت يعني إشكالية كتير كبيرة لحتى تعرف أنت تحل مشكلة عند شخص معين بدك تروح عنده وتسمع منه. يعني ممكن ما يجي الطفل يحكي لك موقفه من قانون ضريبة الدخل بس ممكن يجي يحكي لك موقفه من المادة 62 المتعلقة بالضرب التأديبي. ممكن مثلا ضحية الاغتصاب الطفلة تيجي تقول لك موقفها من المادة 308. فبعتقد في أمور معينة في حاجة ماسة لأن نسمع يعني صوت هل الأطفال. هل فعليا يعني الطفل يملك النضوج الكافي لأن يعبر عن أنه رأيه في هاي المادة ورأيه في هاي المادة؟ بتستغرب أنه يعني في مواضيع معينة يعني أنت حكيت مواد إلى حد ما ثقيلة شوي. لا هي مواد تتعلق بالأطفال يعني لما نحكي عن مادة 62 هل عندهم نضوج ممكن يستوعبوها ويقدروا يحكوا رأيهم فيها؟ طبعا طبعا يعني أنت ممكن يعني أقعد مع أي طفل وبس أحكي له شو شعورك لما أنت تنضرب لما أنت تعمل شيء غلط إيش كنت بتتوقع من أهلك هل كنت تتوقع تنضرب كف ولا حدا يجي يحكي معك يقول لك أنت عملت المشكلة مثلا في موضوع الضرب التأديبي أنه الطفل ببطل يمارس السلوك الخاطئ مش لأنه عارف أنه هذا الشيء غلط أو بضره بس لأنه بخاف فبرجع بيعمله بعيدا عن ولي أمره وبعيدا عن الشخص المعنف لإله وهذا هون إشي أخطر. فأنت مفروض تفهمه ليش هذا السلوك سلوك خاطئ طبعا إلى جانب العقوبات غير العنيفة اللي بنسميها. احنا راح نكمل طبعا حديثنا ولكن مشاهدينا بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد في برلمان 2016. أستاذ إيفا، يعني عندك كان تعقيب على موضوع وعي ونضوج الأطفال. كنت حضرتك سألت إنه كيف نستمع لآراء الأطفال، هل بيستطيع يعبر عن رأيهم؟ عنده نضوج؟ هل عنده نضوج؟ أولا يعني إحنا المفروض يأخذ برأي الطفل واستماع لرأيه حسب نضوجه الفكري، لكن بنفس الوقت إحنا كمان نأخذ بعين الاعتبار إنه القانون يخاطب أحيانا الطفل مباشرة، فسن المسائل الجزائية في الأردن هو 12 سنة طبعا، بس من اعتبارا من سنة 2016. قبل 2016 كان الطفل يحول محكمة يسائل جزائيا من عمر 7 سنوات. فالثانيا موضوع مثلا زواج، يعني الزواج بالأردن سن الزواج هو 18 سنة، لكن يجوز تزويج من زواج من عمره 15 إلى 18 كاستثناء، لكن هذا الاستثناء بيصل لنسبة 14% من عدد الزيجات بالأردن. فإذا نسبة كبيرة طبعا نسبة، يعني بالرغم من أنه القانون عم بتعدل، القانون عم بيضع مزيد من الرقابة على موضوع زواج الأطفال والشروط لزواج الأطفال، إلا أنه هو اليوم القانون بيسمح له يكون أم، بيسمح له يكون أب، بيسمح له يعقد مثل عقد الزواج، في يعني في عنا إشي أهم من عقد الزواج. فإذا ما أنه القانون عم بخاطبه، والقانون كمان في نصوص بتحميه. خلينا نحكي عن المادة 308. المادة 308 كانت مدار يعني نقاش بالمجتمع الأردني والبرامج الحوارية وبالبرلمان وبكل مكان في الأردن وبالجامعات. الأطفال هني موضوع كمان للمادة 308. المادة 308 من قانون العقوبات اللي بتنص على إعفاء المرتكب الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب من العقوبة إذا زوج الضحية واستمر هذا الزواج 5 سنوات بالجنايات وثلاث سنوات بالجناح. طيب واقعة قاصر من الجرائم من الجرائم بعد 5 سنين أو بعد 5 سنين، خليني بديش أحكي لك مش بعد 5 سنين، بعد 5 أشهر بيتم احيانا الطلاق وما بتتم الملاحقه الجزائيه. اليوم احنا في يعني واحده من القضايا اللي بنمثلهم كمحامين، البنت يعني حصلوا على الطلاق، تم الطلاق، طبعا في اجبار، في اكراه، في ضغط، في محاولة استغلالها جنسيا. أحد الفتيات طلبنا منها أنها تكتب رسالة للمجتمع الأردني وللمسؤولين، وقامت الزميلة نادين النمري بنشر يعني عدة رسائل لفتيات. فأنت كيف ما بدك تأخذ برأيها وهي بتكون موضوع هاي المادة؟ المادة 308 المجلس القادم رح طالبه بالغائها بشكل كامل. أنا شفت اليوم على برنامج أحد القوائم الانتخابية وكان في موقف واضح، لكن أنا كمان حضرت يعني أو كنت يعني منظمة لأحد الورشات العمل بعد بدء الدعاية الانتخابية حول المادة 308، وكان موقف أحد المرشحات واللي كانت نائبة سابقة غير واضح تجاه المادة، بمعنى أنه في إلها مميزات، إلها أهمية. فالموقف اليوم بعض المرشحين بيحاولوا انه يبعدوا عن اتخاذ مواقف واضحة تجاه القضايا الاجتماعية وخاصة قضايا حقوق الطفل. خلينا نحكي انه عادة قضايا الاصلاح السياسي او قوانين متعلقة بالاصلاح السياسي او القوانين الاقتصادية بتاخذ في الأردن الأهمية والاستعجال والأولوية في البرلمان على القضايا الاصلاح الاجتماعي. يعني احنا هذا كنا نحكي فيه يعني مع الأستاذ نادين، انه يعني الأطفال لا ينتخبون بطبيعة الحال، إلا أن القانون أجاز لمن بلغ 17 و3 شهور أن ينتخب هذه المرة، ولكن يعني هي فئة صغيرة عمريا، يعني بطبيعة الحال هل تملك الوعي الكافي لممارسة هذا الحق السياسي؟ هلأ هي صار في عليها خلاف كتير كبير، إنه حتى أظهرت إنه عندنا بالتشريعات الأردنية تعريف الطفل بيختلف من قانون لقانون آخر. يعني مثلا بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل يحدد سن الطفل ب 18 سنة، بقانون الأحوال الشخصية بيبيح الزواج بسن ال 15. طب إذا أنت بتبيح الزواج معناه هذا مش طفل. بقوانين أخرى مثل قانون الأحداث لا، هو لحد ال 18. بقانون الانتخاب 17 سنة وثلاث شهور. قانون مدني اللي هو إبرام العقود 18 سنة. فأنا بحس في تناقض بين قانون الانتخاب وبين القانون المدني اللي هو المرجعية لكل القوانين واتفاقية حقوق الطفل. ويعني بالتعريف الدولي نعم السنة رح يكون في عنا أطفال عم بنتخبوا كونهم ما بلغوا 18 سنة يوم الانتخاب أو الاقتراع. هل أنا مع أو ضد؟
بعتقد كان افضل انه يكون 18 سنه 18 سنه يعني حلو نوحد حتى بموضوع قانون الاحوال الشخصيه، موضوع استثناء الزواج بين 15 ل 18 سنه ايضا مفروض انه يعني 14% بتحكي الاستاذ النسبه بالضبط هذا الموضوع لازم يتم التعامل معه ويتم الغاء الاستثناءات، او في حتى حال كانت حالات فوق الطبيعه انه يكون في اليه مشدده لإباحة الزواج في مثل هذا السن، لأنه غير مقبول أنت يكون عندك بنت عمرها 15 سنة ومتزوجة، لأنها بالمحصلة رح تكون متسربة عن المدرسة، معناه أنت زادت عدد المتسربين، وأكيد هدول عم نحكي عنهم 14% كلياتهم فتيات خارج المدرسة، وفي منهم بيتم إخراجهم من المدرسة لحين تزويجهم قبل سن ال 18. يعني احنا يعني طفل لا ينتخب، احنا متفقين يعني ممكن هذا يكون سبب غياب هموم الطفل او حقوق الطفل عن البرامج الانتخابيه، يعني هموم الشباب، المراه، العمال وغيرها من الفئات موجوده، حقوق الطفل مش موجوده، هذا سبب فكرك برايك الوحيد انه عشان ما بنتخب؟ هو لا هو احد الاسباب، في جانب اخر زي ما حكيت لك اللي هي الثقافه الابويه زي ما تفضلت الاستاذه ايفا، الثقافه العامه اللي بتعتبر انه الطفل ملكيه. يعني حتى في نظرتنا لبعض القضايا المعينة في قانون أحوال الشخصية مثل موضوع الحضانة، موضوع النفقة، موضوع النسب، موضوع الولاية، دائما نتعامل أنه هو حق للأم حق للأب، لا تنازع على حضانة الطفل، ما عم نيجي منشوف فعلا هذا الطفل إيش مصلحته الفضلة مع مين يكون، حتى يعني المحاميين، القضاء، المجتمع بشكل عام عم بتعامل مع الطفل كأنه ملكية، يعني اعتباره قاصر عم بخليهم يعني يفقدوه إنسانيته ويفقدوه قراره، وهي هي إشكالية اجتماعية بتخيل في حاجة ماسة إنه نشتغل عليها، نشتغل عليها من الأسرة بمدارس وزارة التربية والتعليم، نشتغل عليها موضوع التوعية، مشان هيك برجع بحكي موضوع برلمانات الأطفال هو موضوع كتير مهم، تعزيز التربية الوطنية وتعزيز الثقافة الديمقراطية في المدارس، إعطاء هاي المواد طبعا مش زي ما يعني مدرسناها إحنا أو بتندرس هلأ بطريقة جامدة، لا تنعطى بطريقة حية، لأنه بتستغرب ممكن تشوف أنت طالب بالصف العاشر تسأله إيش يعني ديمقراطية، يقول لك ديمقراطية حكم الشعب، طب إيش يعني حكم الشعب؟ ما بيعرف، ما بيعرف إيش يعني ممارسة الديمقراطية، ما بيعرف، فهون الحاجة لأنه يكون في إشي تطبيقي إشي عملي حتى نمكن هاي الأجيال بالمستقبل. صف عاشر يعني كبير بالضبط، عاشر عم نحكي على 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 شاب كبير، فهاي الثقافة صراحة عندنا مشكلة كتير كبيرة بالثقافة، كمان التشريعات، تغيير التشريعات ممكن يعزز أو يساعد في تغيير هاي الثقافة السائدة عندنا. أستاذ إيفا، يعني شاهدنا ما يسمى وكنا نحكي عنه بالبرلمانات الطلابية، يمكن أستاذ نادين حكت لنا عنهم، يعني هي مبادرة تهدف لتوعية الجيل الجديد ديمقراطيا على أرض الواقع، ماذا نحتاج تربويا وتعليميا وإعلاميا لتنشأة الجيل القادم على ممارسة العمل الديمقراطي بشكل سليم؟ لا، البرلمانات الطلابية هدفها واحد من أهدافها تعليمهم الديمقراطية، تعليمهم العمل الجماعي، تعليمهم بعض القيم الإنسانية طبعا والديمقراطية، بالإضافة لذلك هو حقهم في المشاركة، يعني أحد الحقوق الواردة أو المبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل حق الطفل في المشاركة، وأحد حقوقه أيضا حق في تكوين الجمعيات، القانون الأردني لا يبيح للأطفال حق تكوين الجمعيات، فعلى الأقل يكون في عندهم حق بالمشاركة من خلال البرلمانات الطلابية أو برلمانات الأطفال. ايش نحتاج طيب؟ هلا اليوم احنا يعني بلقاء مع وزير التربية والتعليم فهمنا انه الوزارة عم تتوجه نحو ايضا المناهج، تغيير المناهج والاسلوب التدريس، يعني اسلوب التفكير العلمي والابداع والعمل الجماعي، ايضا فكرة استخدام ادب الاطفال او القصة في الترويج للقيم الانسانية، مثل قيم المساواة والعدالة والتضامن والتسامح، كل هاي القيم اللي احنا اليوم مهمة جدا في التغيير الاجتماعي والتغيير المجتمعي في الأردن. زي ما حكيت قبل شوي أنا بالأردن عم نتقبل كل القوانين الاقتصادية، الإصلاح السياسي، لكن موضوع التغيير المجتمعي موضوع بطيء جدا، تقبله من الناس كمان يعني في رفض اجتماعي، لهالسبب المرشحين عم يبعدوا عن طرح القضايا ذات البعد الاجتماعي، مش بس قضايا حقوق الطفل، يعني كل القضايا ذات البعد الاجتماعي تقريبا في خوف من طرحها،
باعتبار مثل ما حكت نادين انه هاي امور خاصه، تدخل في شؤون خاصه، ف وفي نمطيه بانه الناس بتكره التغيير الاجتماعي. فالمناهج امر مهم جدا. موضوع توجه النواب للاستماع للاطفال اولا بالقوانين، عند مناقشه القوانين مثل قانون الموازنة العامة، في توجه عالمي أنه أخذ رأي الأطفال أو موضوع الموازنة الحساسة لحقوق الطفل، فهذا أمر مهم جدا. وحسب ما فهمت أنه في مشروع لليونيسف لإشراك الأطفال واستماع لرأيهم في موضوع الموازنة الدولة. الموضوع الآخر اللي ممكن كمان النواب والدور المستقبلي لمجلس النواب، اللي هو موضوع الرقابة، يعني الرقابة على كل ما يتعلق على السلطة التنفيذية فيما يتعلق بتعاملهم مع الأطفال، سواء كان مدارس، سواء كان دور رعاية اجتماعية، أي مكان ممكن يكون موجودين فيه الأطفال، حتى إحنا نراقب كيفية معاملة الأطفال من قبل الجهات التنفيذية والإدارية. اليوم إحنا بنلاحظ أنه كثير من قضايا الأطفال عم تترك لتنظيمها من قبل أنظمة وتعليمات وليس من قبل قوانين. فنتأمل من المجلس المقبل أنه إقرار قانون حقوق طفل، إقرار قانون حماية من العنف الأسري أو التعديلات الواردة على القانون، بحيث أنه يكون في تجريم واضح لجريمة العنف الأسري، ويكون في أيضا حماية أكبر خاصة للأطفال. موضوع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل الفضلة سواء من كل السلطات، سواء التشريعية أو التنفيذية والقضائية، يكون في توجيهات واضحة بأنه تغليب المصلحة، مصلحة الطفل عند تعارضها مع أي مصلحة أخرى وعند وضع التشريع، فإنه يأخذ بعين الاعتبار من قبل السلطة التشريعية. يعني أستاذ نادين، إحنا صغار كنا في المجالس الطلبة في المدارس، كنا يعني ننتخب بعض ونمشي على هاي الأمور. بعدين كبرنا في الجامعة صرنا نشوف الأمور عشائرية صارت. صحيح. أنا أنتخب ابن عمي، فلان ينتخب ابن عمه، هو نختل المفهوم عندنا بشكل عام، وصارت للبرلمان وصلت. صحيح. انتهينا على الآخر. صحيح. أنا بذكر لما كنا بالمدرسة وكان في عنا مجلس الطلاب، كنا دائما ننتخب الشخص اللي بنعتقد أكثر شعبية، اللي بحب العمل الجماعي، اللي دائما عنده مبادرات. لما وصلنا على الجامعة أول مرة صرنا نسمع بالعشائرية والمناطقية، وبدي أنتخب ابن منطقتي، وبعدين بعد نتيجة الانتخابات تصير طوشة كبيرة والناس تكسر بعض، واستمر هذا الشيء للمجالس النيابية. وكمان في إشي تاني ملاحظة كنا عم بحكي فيها بالبريك، حتى تمثيل الإناث، يعني إذا جينا حكينا مثلا زي مجلس بلدي عمان، لفت أكثر من مرة كانت رئيسة المجلس طالبة فتاة، ولما كانوا ينتخبوها الطلاب كان شيء طبيعي. بس هلأ هل منتوقع أنه نلاقي المجلس البرلماني؟ ما كان في أي مشاكل. نلاقي البرلمان المقبل عندنا رئيسة البرلمان سيدة، ممكن نعتبرها شيء كتير صعب تحقيقه حاليا. فالأطفال بضلوا لبنى أسهل أنه ينشغل فيها، يعني لسه ما تلوثوا بهاي الأفكار الضيقة، الأفكار المتعصبة، الأفكار الإقصائية، سواء على مستوى الجندر أو على مستوى العشيرة أو المنطقة. طب إحنا كيف ممكن نشتغل عليهم من هلأ بحيث ما يتأثروا بكرة؟ يعني بكرة لما يدخل جامعة، يعني ينطلق على الشارع، ما يتأثر، يكون هو عنده بيسك صح. في دور كتير كبير على مدارس وزارة التربية والتعليم، إشي كتير إيجابي اللي حكى فيه وزير التربية والتعليم بالنسبة لموضوع إصلاح المناهج. يعني كمان أنا بعتقد أنه أداة كتير مهمة لمكافحة التطرف، والتطرف له كتير أشكال، يعني مش التطرف زي ما بنشوفه بس داعش، يعني أي شخص بتمسك برأي وبرفض الآخر هو شخص متطرف. فلما نحكي إحنا إصلاح في المناهج، تعزيز لقيم الديمقراطية، تعزيز لقيم حقوق الإنسان، لتقبل الآخر، لتقبل الآراء ولحرية التعبير، هذا الشيء رح يبني صح. فمفروض أنه يكون في تعب على الطلاب، يكون في تنسيق بين المدارس وبين أهالي الطلبة. النشاطات اللامنهجية لها أهمية كتير كبيرة. لفترة طويلة يعني كان يتم التعامل مع حصص الفن وحصص الرياضة على أنها حصة فراغ،
ما كان في إدراك لأهمية هاي الحصص، أو مرات يعترضوا الأهالي إنه لا شو بتحطوا لنا فن ورياضة، بدنا الأولاد يدرسوا رياضيات واجتماعيات. مفروض إنك تعزز من النشاطات اللامنهجية وتوسيع فكر الأطفال، زي ما كنا عم نحكي هلا الأطفال عندهم انفتاح أكتر على وسائل الاتصال، على الإنترنت، على الإعلام بشكل عام، بيقدروا يعرفوا أكتر. يعني هون ممكن نسأل برضو الأستاذ إيفا إنه المشاهد اللي كانوا يشوفوها الأطفال والتغطيات الإعلامية زي ما كنا نشوف مجلس النواب، شو ممكن يتصوروا أو يأخذوا منها؟ لا طبعا بعض المشاهد هي عنيفة، فأكيد هو العنف عبارة عن حلقة فبتبدأ بمكان وبتصير للمالا نهاية. يعني شو الفكرة راح تصور بهنية؟ هي مش القيم الديمقراطية اللي احنا نسعى انها تترسخ في الدولة الأردنية. لا، الأطفال لما هن بيشاركوا من خلال برلمانات الطلابية، من خلال برلمانات الأطفال، لما احنا منتيح لكل الأطفال نفس المعاملة على مبدأ المساواة وعدم التمييز، لما منتيح التعليم لكل الأطفال، لأنه إحنا خلينا نحكي اليوم في أطفال ما عم بيحصلوا على نفس مستوى التعليم، وفي أطفال كمان اللي بيكونوا في مراكز الرعاية مثل مراكز الأحداث أو مراكز التسول، أو ما بيحصلوا، ما في ضمان لحصولهم على التعليم واللي هو حق أساسي بالاتفاقية وبالقانون الأردني. يعني رح تغيب عنهم هدول الأطفال كتير من الحقوق، رح يشعروا بأكثر تهميش، سواء هن الأطفال حتى لما بيكبروا بتصير الفجوة أكبر. هاي الفجوة اللي بتؤدي إلى خلل في موضوع العدالة الاجتماعية، بتشعر الشخص هذا بعدم الانتماء، بعدم الولاء. اليوم في ناس عم تستغرب إنه والله في ناس معقول تخرب الممتلكات العامة ولا تخرب إشارة ضوئية ولا، يعني هاي الفجوة رح تعمل مشكلة كبيرة. طبعاً تعمل مشكلة كتير كبيرة، يعني على 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 التنمية في الأردن بشكل عام. يعني إحنا هون في نهاية الحلقة لا يسعنا إلا تقديم الشكر إلى المحامية إيفا أبو حلاوة الناشطة في مجال حقوق الطفل، وسيدة نادين النمري الصحفية مختصة بمجال حقوق الطفل، شرفتونا اليوم. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برلمان 2016، غدا بنفس الموعد في أمان الله.